لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. الكوسة المطبوخة بالصلصة. الكوسة بتعتبر الأفضل بالنسبة لمرضى السكر من النوع الثاني، لأنها بتعمل على تخفيض مستوى السكر في الدم، وبتحافظ على مستويات ضغط الدم، وبتحسن صحة القلب، وبتقلل الضغط على عضلة القلب، وبتحارب الكوسة بعض أنواع السرطان، وبتحسن عملية الهضم. وبتتميز الكوسة بقلة سعراتها الحرارية، عشان كده بينصح بتناولها في الرجيم. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية للكوسة المطبوخة بالصلصة والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية للكوسة المطبوخة بالصلصة للمية جرام، السعرات الحرارية 32 سعر حراري، بروتين 98/100 جرام، كربوهيدرات 4.88/100 جرام، دهون 1.38/100 جرام. القيمة الغذائية للكوسة المطبوخة بالصلصة للجرام الواحد، السعرات الحرارية 32/100 سعر حراري، بروتين 0 جرام، كربوهيدرات 4/100 جرام، دهون 1/100 جرام. القيمة الغذائية للكوسة المطبوخة بالصلصة لمعلقة كبيرة مش مليانة بوزن 20 جرام، السعرات الحرارية 6 سعر حراري، بروتين 19/100 جرام، كربوهيدرات 97/100 جرام، دهون 27/100 جرام. بولة او طبق صغير زي اللي في الصورة السابقة بوزن 150 جرام تقريبا. القيمة الغذائية للكوسة المطبوخة بالصلصة لبولة او طبق صغير بوزن 150 جرام، السعرات الحرارية 48 سعر حراري، بروتين 1.47/100 جرام، كربوهيدرات 7.32/100 جرام، دهون 2.7/100 جرام. طبق او بولة متوسطة زي 2 بولة صغيرة زي اللي في الصورة السابقة بوزن 300 جرام. القيمة الغذائية للكوسة المطبوخة بالصلصة لبولة او طبق متوسط بوزن 300 جرام، السعرات الحرارية 96 سعر حراري، بروتين 2.94/100 جرام، كربوهيدرات 14.6/10 جرام، دهون 4.14/100 جرام. طبق او بولة كبيرة زي 4 بولة او طبق صغير زي الصورة السابقة بوزن 450 جرام. القيمة الغذائية للكوسة المطبوخة بالصلصة البولة او طبق كبير بوزن 450 جرام، السعرات الحرارية 144 سعر حراري، بروتين 4.41/100 جرام، كربوهيدرات 21.9/10 جرام، دهون 6.21/100 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.